بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أو ذاكر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. اللهم إنا نستودعك رمضان اللهم إنا نستودعك رمضان فلا تجعله آخر رمضان. أحينا إلى رمضان أعوام وأعوام أحينا إلى رمضان أعوام عديدة وأزمنة مديدة في صحة وعافية. اغفر لجميع الحاضرين اغفر لجميع مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم عاملنا بفضلك لا بعدلك. إن عاملتنا يا ربنا بفضلك رحمتنا وإن عاملتنا بعدلك أهلكتنا. رمضان أيا فسحة العباد فيك الوصال وسقيا لقلب صاد. لله در القانتين لربهم ما بين نشيج وتسبيح ورفع أياد. عهد النفوس تسعد بالكرام ونفوسهم أنست بطول سهاد. خلا الصالحون بربهم فحال وجوههم مثل السنا الوقاد. اخشعوا في صلاتكم. الله أكبر. سبحانك تبارك اسمك. اللهم من بين بين خط بين المشرق والمغرب من خط بين خط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
لك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله
الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤمنة.
مقصدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن
مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر
إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب
ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله سمع الله لمن حمده. طيب من كان في السماء وشئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أبدا أبدا. اللهم لك الحمد على نعمة الصيام. اللهم لك الحمد على نعمة القرآن. اللهم لك الحمد على نعمة شهر رمضان. اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان وأعنتنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن. فاللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وقرآننا وزكاتنا وصالح أعمالنا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراق شهر رمضان لمحزونون لمحزونون لمحزونون. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراق رمضان لمحزونون. فاللهم اجبر كسر قلوبنا على فراق رمضان. اللهم اجبر كسر قلوبنا على فراق رمضان. اللهم
اللهم فرج كروبنا ولا تخرجنا من رمضان إلا وقد فرجت عنا إلا وشفيتنا وإلا وأسعدت قلوبنا وإلا وشرحت صدورنا ويسرت أمورنا وفرجت كروبنا ووسعت أرزاقنا وباركت في أعمارنا وباركت في أولادنا وهديتنا وفرجت عنا. اللهم من كان في هذا الجمع الكريم يشكو من مرض فيه أو مرض بأحد والديه أو مرض بأحد أبنائه أو مرض بأحد بناته، اللهم فأسعد قلبه بشفاء مرضى، لا تخرجه من رمضان إلا وقد شافيته وعافيته. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم ارحم جميع مرضى المسلمين. اللهم من كان في هذا الجمع الكريم له هم أو غم أو حاجة، فاللهم لا تخرجه من رمضان إلا وفرجت همه وكشفت غمه وقضيت حاجته وأسعدت قلبه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى رضوانك والجنة. اللهم علمنا القرآن، اللهم فهمنا القرآن، اللهم اشرح صدورنا بالقرآن، اللهم نور بيوتنا بالقرآن، اللهم نور حياتنا بالقرآن، اللهم نور قبورنا بالقرآن، اللهم نور حشرنا بالقرآن. اللهم إنا نسألك نورا من نورك، فأنت نور السماوات والأرض يا رب العالمين. اللهم أرنا وجهك الكريم ننظر إليه، لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا وأنت خالقنا وأنت رازقنا وأنت مولانا، انظر إلينا نظرة رضا فلا تسخط علينا أبدا، لا تعذبنا بذنوبنا، لا تعذبنا بذنوبنا. اللهم أبدل سيئاتنا حسنات، لا تخرجنا من رمضان إلا وقد بدلت سيئاتنا حسنات، لا تخرجنا من رمضان إلا وبدلت سيئاتنا حسنات، إلا وشفيتنا، إلا وهديتنا، إلا وهديتنا، إلا وثبتنا على الإيمان. اللهم أحسن خاتمتنا،
اللهم أحسن خاتمتنا يا رب، اجعل العام كله رمضان يا رب، لا تجعل انقضاء رمضان انقضاء البركة من حياتنا، فاللهم صب علينا الخير صبا ولا تنزع عنا صالح ما أعطيتنا أبدا، ولا تجعل معيشتنا كدا، لا تجعل معيشتنا كدا، اجعل اللهم لنا في الأرض جدا. اللهم من صلى معنا وقام معنا، فاللهم من طلب الذرية فأعطه الولد الصالح الذي يقرب به عينه، اللهم من طلب الزوج الصالح فيسر له، ومن طلب التوفيق في حياته فيسر له جميع أموره. اللهم يسر لنا أمورنا، سددنا ووفقنا وثبتنا واهدنا، اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا وعن بلادنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا وعن بلادنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا وعن بلادنا شر ما قضيت. قنا واصرف عنا وعن أولادنا شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت الوكيل ونحن المتوكلون عليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديك، أنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، لا تخزنا يوم العرض عليك، أحسن وقوفنا بين يديك. اللهم ارحم أجسادا وقلوبا وأقداما وقفت بين يديك، لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت لنا، لا تخرجنا من هذا المسجد إلا وأسعدت قلوبنا، إلا وبيضت وجوهنا، إلا ويسرت أمورنا، وشرحت صدورنا، وفرجت كروبنا. اللهم إنا نسألك نورا من نورك، فاللهم أرض عنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، لا نظمأ بعدها أبدا، لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اسقنا بيد حبيبنا شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا مرافقته في الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك
والجنة، نسألك الفردوس الأعلى في الجنة. اللهم لا تعذبنا بنارك، ارحم أجسادا وقفت بين يديك، حرم أجسادنا على نارك، حرم أجسادنا على نارك، فإن أجسادنا لا تقوى على حر الدنيا، فحرم أجسادنا على نار جهنم. إنا ضعفاء، انظر إلينا نظرة رضا، انظر إلينا نظرة رضا، لا تعذبنا، ارحمنا، اغفر لنا، تب علينا، استرنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، توفنا وأنت راض عنا. أحسن ختامنا، أحسن ختامنا، أحسن ختامنا. اللهم إنا نستودعك رمضان، اللهم إنا نستودعك رمضان، فلا تجعله آخر رمضان، أحينا إلى رمضان أعوام وأعوام، أحينا إلى رمضان أعوام عديدة وأزمنة مديدة في صحة وعافية. اغفر لجميع الحاضرين، اغفر لجميع مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم عاملنا بفضلك لا بعدلك، إن عاملتنا يا ربنا بفضلك رحمتنا، وإن عاملتنا بعدلك أهلكتنا، فإنك سبحانك حنان منان. فاللهم تقبل منا الصيام والقيام، تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا. اللهم تقبل منا واقبلنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا، اعف عنا يا رب، اعف عنا يا رب، اعف عنا يا رب، اغفر لنا يا رب، اغفر لنا يا رب، تب علينا يا رب، استرنا بسترك الجميل يا رب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا، واهد أولادنا، واهد بناتنا، رب لنا أولادنا، رب لنا أولادنا. اللهم إنا نستودعك رمضان، نستودعك أنفسنا، نستودعك أولادنا، نستودعك قرآننا، لا تجعله آخر العهد برمضان، فاللهم اجعلنا من عبادك ولا من عباد رمضان، اجعلنا من التالين للقرآن آناء الليل وأطراف النهار، اجعلنا من الصائمين القائمين يا رب العالمين. تقبل منا أجمعين، تقبل منا أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رمضان أيا فسحة العباد فيك الوصال وسقيا لقلب صاد لله در القانتين لربهم ما بين نشيج وتسبيح ورفع أياد عهد النفوس تسعد بالكرام ونفوسهم أنست بطول سهاد خلا الصالحون بربهم فأحال وجوههم مثل السنى الوقاد رمضان أي سر فيك رمضان أي سر فيك أرى النفوس قد أسلمت بقيادي وفيك الشياطين تسلسلت فالغل فوق الأعناق والقيد فوق أيادي ونادى منادي الحق أباغيا للخير أقبل وللشر ألف بعاد وهذه دموع الخاشعين تهطلت بالفيض تغسل أوفر السجاد لله ما أطهر غسلهم فالناس تغسل ثوبا وغسلهم لفؤاد يا رب هذه جموع الصائمين قد انبرت تصوم لتتقي حر يوم ميعاد وقد أتى الحاضرون بتوبة وفي الصوم تقوى ونعم الزاد فرحماك يا رب العباد أعتق هذه الجموع من اللظى الوقاد واجمع إلهي بفضلك أمتي على الكتاب وهدي خير عبادي وأعد للحق كل جموعنا فمنك السعادة والهدى والرشاد وصل رب على خير القائمين محمد هو المحمود رغم عداوة الحساد واسق من حوض الحبيب كل موحد الحاضرين بجمعنا والبادي النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه.